دأبت في كل عام الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أوناكس بإضافة نظام جديد لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، وفي هذه السنة قامت الهيئة بإضافة نظام جديد في أوراق الممتحنين، وهو عبارة عن إشارة لصقة صغيرة توضع في مختلف أوراق الامتحانات. فاللصقة دي يعني بتمنع من أي، لأنه أي ورقة دخلت بدون اللصقة بكون يعني ملغية، وتعتبر ورقة مغشوشة. واللصقة دي هي يعني مصممة بصورة خاصة فيها شعار الهيئة الوطنية، الهيئة العليا للامتحانات. هنا في مقر الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا بحي قاسي تصل أوراق الممتحنين من كل أقاليم البلاد، ومن ثم تتم عملية فتح جميع ظروف أوراق الممتحنين لتوضع فيها الملصقات، ثم تنقل إلى مركز ثانوية ابن سينا كي تتم عملية التصحيح. أي سنة نينا وكيل واي نسقط كاشي في كوبي، والكوبي ده كم فتنا كاشي هما يمشي بيسو يسو كاشي مزور بشابي نفرجينا ده، وأي عزونا أي سنة. تابع السنة فكرنا ومشينا جبنا الاتيكيت ده من السوق فوق، الاتيكيت ده بكان آخر ما بلغو الاتيكيت ده إن شاء الله يقدر يوقف علينا داخلين على كوبي. لا شك إن النظام الجديد الذي اتخذته الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا سيسهم بشكل كبير في ضبط المزورين الذين يتلاعبون بأوراق الممتحنين، لذا يمكننا القول بأن عملية إدخال الأوراق المغشوشة في أوراق الممتحنين من قبل ضعاف النفوس لم تجد مكانا لها، فيجب على التلاميذ ضعيفي المستوى بذل المزيد والاستعداد التام منذ بداية العام الدراسي بدلا من دفع أموال للتزوير أو الغش. وكما يقول المثل الشائع، من كد وجد، ومن صار على الدرب وصل، ولكل مجتهد نصيب.